جدا جميله دائما مرحبا مرحبا كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير وصحه وسلامه والسلام. اما نتكلم على الاغاني طبعا واغاني العيد. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير وانت بخير ونعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كل عام ودولة الإمارات إن شاء الله بألف خير. وبحب كمان أنتهز الفرصة وأعيد على أهلي بالأردن طبعاً كل عام ماما وبابا وإخواني وكل عام والشعب الأردني كله بألف خير وكل عام والدول العربية كلها بألف خير. وإحنا كمان بنعيد عليهم كلهم كل عام وهم بخير ونعاد عليهم بالخير يا رب. في البداية عايزين نتكلم معك بقى عن الأغاني التراثية. كلمنا شوية عن تراثك أنت وعن أغانيكم أنت في العيد. هلأ بالعيد هلا في يعني ممكن احنا من شوي بسمعكم تقولوا بكره العيد ومن عيد. احنا كنا نفس الشيء نغني بكره العيد ومن عيد نذبح بقرات السيد والسيد ماله بقره نذبح بنته هالشقره. فيعني قبل العيد بتكون الاجواء هيك حماسيه كلها وفيها اغاني وفرح دائما يعني. بس قد ايه كانت تترك اثر ايمن هاي الاغاني؟ يعني نحن لما بدنا نحكي بالوطن العربي ما في إلنا لون معين. ممكن نسمع اللون المصري، ممكن نسمع اللون مثلا أغنية عن العيد باللهجة اللبنانية والضل هي المشهورة مزبوط يعني مثل أغنية شو الأغنية اللي غنيناها قبل الهوى يا ليلة العيد. يا ليلة العيد مثلا يا ليلة العيد نقولها يلا يا ريت يا ريت يلا أعطينا ليلة العيد أنستينا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل بينا ليلة العيد ليلة العيد أنستينا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا ليلة العيد. الله 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 يا أيمن عن جد هلا هيك بلشنا خلص عن جد نفوت بأجواء العيد. طبعا من اشهر الاغاني هاي اللي سمعناها. نعم. بس كمان بتحس انه مع اختلاف الثقافات بضل في اغنيه بتميز كل ثقافه عن غيرها، لكن بنضلنا احنا كمان نسمع هاي الاغاني وبتعيش معانا عمر. وكمان اذا بنلاحظ انه الاغاني القديمه يمكن هي لها صدى اكثر بقلوبنا بايام العيد، مع انه مؤخرا كثير خلينا نقول مطربين ومغنيين وملحنين حاولوا يعملوا على هاي هذا الموضوع ويطلعوا لنا اغاني جديده. شو في اغاني جديده نزلت على الساحه بتحس انه هي خلينا نقول بتضاهي جوده الاغاني القديمه تاعت العيد؟ والله شوفي يعني تقولي انه في شيء بضاهي الاغاني القديمه وان اللي بتترسخ في دماغنا دائما ما في يعني، بس هو في يعني ممكن اغاني نزلت تكون حلوه الناس بتحبها على يعني على الستايل الجديد والكذا، بس هي الاغاني القديمه صراحه هي اللي دائما التوب لها طابع خاص. نعم اكيد. طيب ليش شو رايكم يعني شو السر ليش هالاغاني الجديده مثلا مع العلم انه عم بتكون معاصره لتفكير مزلوب. الجيل بس ما عم تعلق ببالنا مثل اغاني ايام زمان؟ ما بعرف بتوقع يمكن اختيار الكلمات الايقاع وكمان التوزيع كان غير. الفتره كانت الناس بتفرح بجد كان في ألفة اللي موجوده كان العيد عيد, عيد. بالضبط يمكن هو ده السبب. حتى هي برضه مرتبطه تلاقي بذكريات معك حلوه بحدوته باباك قالها لك بموقف حصل وانت صغيره فتلاقي الاغاني دي ليها يعني مكانه خاصه كده عند الناس سبحان الله. طب انت محضر لنا ايه كمان يا ايمن؟ أنا في أغنية بحبها كتير جديد الأغنية لأصيل هميم يعني أغنية حب هيك وفرح كمان بغني لكم. لو فكرت ونسيتك لو قلت ما حبيتك المناحب هاي الناس ما بها من حنيتك ما بها من حنيتك تخيل حياتي بدونك اكره القل شلونك سر الحياه مو بالماي
لا سر حياة عيونك، سر الحياة عيونك. أويلي بشر مليان حب وحساس من فدوى الضحكت، أويلي واحد بس أشوف الناس كلهم بيك أنت. مالت أنت وبس لي إحساسك، أنسى كل شي بي ودوخ راسك، أنسى كل شي بي ودوخ راسك. شايف بشر ما يقدر دونك يعيش أتصور، كل لحظة لك أنا اشتاق، كل يوم أحبك أكثر، كل يوم أحبك أكثر. حبك كبر فد مرة وانطيك عنه فكرة، حبك أوقع للموت وبصوم لك بالعشرة، وبصوم لك بالعشرة. حبيبي عمر وياك أنا بلياك ضايع مدري ويني، حبيبي يمي تصير أحس الخير كل أقبال عيني. ويا كان زينة كلش حالتي يا ابن روحي والمدلل مالتي، يا ابن روحي والمدلل مالتي. ولو فكرت ونسيتك لو يوم ما حبيتك، المن أحب هاي الناس ما بها من حنيتك، سر الحياة عيونك. الله الله شكرا. الله برافو. يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب أيمن، أنا دار في بالي سؤال، أنه أحيانا المطربين باللحظهم يمكن توقعوني الرأي أنه بيختاروا مناسبات مشان يطلعوا أغاني مثل عبد المجيد، مثل راشد الماجد، يعني مثل عيد الحب مثلا، كل عام وأنت الحب مثلا، بيختاروا المناسبة هاي بيعملوها أغاني مثلا، أو أعياد الميلاد كمان. صح. عبد المجيد عبد الله، عندك راشد الماجد، يعني هدول اللي ما شاء الله مسكين بالساحة بأغاني المناسبات. قديش بيبرز الفنان مثلا مساحة إبداعية غير الألبومات وغير كذا، قد ايه بيبرز في هذا الجانب؟ أيوة يعني في هذا الجانب بالمناسبات وهيك. هلا هذا الجانب، شوف يعني ممكن انا المطرب ينزل اغنيه بمناسبه معينه، بس الاغنيه هاي تنسمع بس بالمناسبه، يعني هذا الجانب السيء بالموضوع هذا، انه الاغنيه هاي بس بتكون طبعا يعني لها طابع انه المطرب هذا نزل اغنيه، في لها فرصه تنسمع لسنوات عديده. لا يعني بجوز بنفس عيد الحب مثلا ممكن الناس ما تسمعها مثلا الا عيد الحب. يعني هذا رايي يعني، فما بعرف. بس تعرف ايمن، يعني بشوف من الفنان المحظوظ في الموضوع ده وليد توفيق، لما غنى انزل يا جميل على الساحه، كل يوم هتلاقي عيد ميلاد شخص فالاغنيه دي بتشتغل كل يوم. بس الاغنيه هاي فعلا، مع انه في اغاني كتير على الاعياد الميلاد، بس هي اشهر هاي الاغنيه اللي دائما الناس بتسمعها. مظبوط، انتشرت ومثل ما حكيتي كمان ما بعرف ارتبطت بذكريات اكثر، مثل ما كنا عم نحكي تحديدا عن اغاني العيد، حتى هاي الاغنيه صارت مرتبطه بذكرياتنا بتفاصيل حياتنا، لهيك بتوقع الناس خلص صارت بتربط الاغاني بالمناسبات، صار في كل شيء محدد للطلعه اصلا. للسيران في له اغاني لحال، للليل اغاني، للصبح اغاني. شو دعاء الاغنيه اللي انت بتحبيها اكثر؟ لا 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 يطلبها المستمعون. الشاب من الاردن، المطرب من الاردن، بتعرفي يعني انت شو؟ استنى في حدا غششني. شو؟ انا دي حدا يغششني. دي حدا يغششني. ناسي، ما في شيء على بالي. يا بدنا نسمع. يلا شو نقول؟ طب دي حاجه بقى للعين. دبكي يلا. مين حيدبك بس؟ امجد ندبك كل الناس. لا 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 مش ادبك. شو بس مين؟ ما في طبله. طيب في شيء بدنا شيء من التراث الاردني، من التراث يعني. يلا بما انه بنحكي التراث، راسك بالعالي راسك، او نقول شيء دبكي قص سريع هيك زي ما بتحب. نقول هذا الأردن أردننا، واغلى من الروح ترابه، الله الوطن قايدنا، الله الوطن قايدنا، منقوش على بابه، ميل ميل يا حبيب،
أردني وأصلي طيب مايل مايل يا حبيب أردني وأصلي طيب طيب لو خيروني بينه وبين ابن اللي ربيته لاختار ما أتردد لاختار ما أتردد هالوطن اللي حبيته والكف مايل مايل يا حبيب أردني وأصلي طيب مايل مايل يا حبيب أردني وأصلي طيب وحيطنا مش واطي حلنا أردني حيطنا مش واطي وما حطينا واطي لو علمانية ما حطينا واطي والسلك الأحمر لبسه ضيوانا والمؤتي الأحمر للي عادانا ويذوق الوئل ومنا وعسانا نقلع العين لدى التالانا من عيني حاسد الله أكبر يا مخاليقي شو ما غنينا على وطننا والله ليقي بجد اصلك طيب والاردن تسلم. على راسنا وكل عام وهم بخير وحبايب قلبنا واخواتنا في الاردن عيد سعيد عليكم العاد عليكم بالصحه يا رب علينا وعليك يا رب تسلم. شكرا لكم وكل عام وانتم بالف خير يعني طيب اكيد يعني نحن بعرفش انا والله ما بدنا نسال اسئله وحوار وجواب نحن في عيد يا جماعه بدنا يلا بدنا نفرفش ندبك جد احنا ما خدناش من ايمن عاديه كويلة دي تبعتك صحيح تعال لا عشان شوفوا انا امبارح يعني ما عملت ما في فراطه صراحه ما فرطتش من المشكله احنا دائما بالعاديه قبل اليوم بروح على الدكان وبيفرطوا الفلوس عشان معروفه ما يشتكى معلش شوف اسمع واحده من التنتين يا تعطينا عدية يا تغني لنا يا تغني لنا لا هو اغني لكم شوف شوف بس شوف كيف المايك لحاله طيب شو بدك تسمعنا ايمن اللي بدكم اياه انتم يعني اختاروا على ذوقك انتم ممكن يعني تختاروا شو اللهجه او من وين اغني مصري بقى شويه يعني شعبي مصري مثلا اللي يجي معك اللي يجي معك موافقين انا بغني لشيبة عادي يلا اوه عادي خلص الامور طيبه طيب غنينا حاجه ليلى ليلى ليل قالي لي يا عيني قالي لي يا ليل اللي لو قرشي ما بينامشي ما بالك بقى من اللي عليه ملعون أبوك يا فقر احوجني للأندال زلت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون أبوك يا عوزة زلت السؤال قتال ألو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لأروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها دواني دقت الحال عامل معاه الصح أنا واسنده لو مال وقف جنبه في المحل وأكون أكون طويل البال وأكون طويل البال شكرا يا عم هاي بعد العيدية بصير هاي يمكن إذا في ولد صغير ما تعيد حغنيها لأهله أنا متأكدة لا بجد اللي له قرش ما بينامش يعطيك العافية على الصوت الجميل طب بس على فكرة أنا كان نفسي نغني حاجة للعيد يعني غنينا يا ريت العيد لا ما احنا طماعين مثلا جينا كمان العيد. يعني مش أو مثلا خليجي حاجة مثلا ما غنينا شي خليجي مثلا أوكي شو خليجي بدكم؟ اللي بدك اللي بيخطر على بالك
في اغنيه حسين الجسمي كثير بحبها. يا سلام. وعملها كفر انا كمان على طبعا على يوتيوب. ايمن نحن سعدنا معك وباجواء العيد، شرفت ونورت. صباح الخير يا والله. نتشكرك طبعا. الله يسعدك. وانا كثير انبسطت. لا 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 حتغني مش رح تهرب. اكيد بس بس لانه حنطلع بعديها بريك. بدنا نختم على مش يلا على اغنية. بدنا نطلع البريك على ختامها مع الاغنيه. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، وترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا ذثر علي ابقى احبك لين يوم الدين. فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. حبيبي تدري شو اللي فيه، غيابك حيل تعبني، احسك طرت من ايدي كذا فجاه بغمضه عين. ما حد غيرك يبكيني وما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين. انا كل ما نويت انسى انسى لك الذكرى ترجعني، وترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين. فراقك فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نذر علي ابقى احبك لين يوم الدين.